ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن من أجل النعم الله على العباد اعلموا عباد الله أن من أجل النعم الله على عباده نعمة الأمن والسلام والطمأنينة والاستقرار ففي الحديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما عزت له الدنيا بحذافيرها دعا إبراهيم ربه فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات فقدم الأمن على الرزق لأوليته ومسيس الحاجة إليه امتن الله على أهل مكة بالنعمة الأمن فقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ففي ظلال الأمان في ظلال الأمان تستقر الحياة ويأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم الأمن أساس ازدهار الحضارات وتقدم الأمم والمجتمعات الأمن من أهم ضروريات الإنسانية وأكبر مقاصد الشرعية وعنوان الإسلام السلام والأمان وشعار المسلمين بينهم السلام ففي الحديث أفشوا السلام بينكم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وحرام في دين الإسلام وحرام في دين الإسلام أن يروع المسلم غيره بأي وسيلة كانت جدا أو هزلا ففي الحديث لا يحل لمسلم أن يروع مسلما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح منح أهلها الأمان إذ خاطبهم فقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن بل حفظ الإسلام الأمن حتى للحيوان البهيم ففي الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والإحسان جعل الأمن مقرونا بالإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن للأمن أسباب تجلبه ومقاومات تحققه وتحفظه ولا ليال خذ بدينه وحي كوري لسابه صاحب صنطهي أمن لإيه فإذا كترت نعمك الله سبحانه وتعالى إنوك الله ريستي أما النعم إله سبحانه وتعالى أوصي بشرك من عيك هو والوحكم له
نبت قليلة نعم كهو وين بشر للصيوحة كتشرة مركا لغاية ما دو إيماك إسلام لماذا وحد تروى النقرية ونبت قليلة ولا ليال فوائد أي نبت قليلة لا ده هي أماك ليهي وحا أمر خاتية سيدة الله سبحانه وتعالى قرآن كي سمي لفر بضل وشتن وشغي سواء أمم الشيخان إياه آدمها سواء إنا حصوصين إياه فإذا أي نبت قليل ولا إذا إني معذا كترته سيدة أوكا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيري من أصبح منكم معافا في جسدي قفكي إني واب أبريو قفكي واب بريستا سواء نبت سواء عاصمات شكا لوسي شكا سواء عاصمات غوا هدو واب أبريو آمنا في سربه هو يجي سينا كويس نبت قليو هو يجي سينا نبت قليو هايستا أو كل نبت غبا عنده قوت يومي مالكا وحقون لها هايستا مالكا وحقون لها هايستا إيكا سهل لك هذين قرص كي مالكا هيا فكأنما حيست له الدنيا بحذافيرها وحيكبني أنت هاي الدنيا أنت لك هاي إيكا أنت لوسو قليو الدنيا اللي أردنه هايستو أو حو أنا كم مغنين أي وقف لا سوالي أنت سبح لا قدر بسهرة عارف ما ينبت قليو يا مانك وحول لها حول بدن ماها مانك وحول لها دوها يستو قف أدوك قعت اللي قلي أي فرقه نبي الله إبراهيم أو إيل كيسي جيها كان مكا مكا يكوت الله مانتا لوكا سو قرفاء oo biye iyo daato la aqoonin ayaa ilaahay amray inuu dhigo heerkiisii carruur gabadhiisii iyo ilmihiisii halka uu ka tago soo ilaahay imtixaanaya nabi ibraahim wuu duceeyay ducadiisu wuxuu ku bilaabay nabadgelyo rabbi ij'al hadha baladan aamina warzuq ahlahu min athamarat ilaahay ow baladka waxaad ka dhigtaa balad aamina mid aamina ka dhig إلهي يوم مرنا كأرزاق مرنا كأرزاق إرزاق قد يا أماكي وحو الرئيسيين أماكي هو رئيسي أماكي أي كور دعي وأي إرزاق قد يا عيش مودة دم ماي هذه أماك فراك بحو أو أي نقطة بقدني يا أرض إرزاق قد مودة دم ميس مين ذكره هاد يقدر وحس كل مان قال شو يا بقدين وحول الصعدة إرساقدي أمان ويسكول أمانه سيدة أوكالة إلهي هير مكا سيدة أبو من الشيخان يا أمان كسيي هير مكا حرم واجه هوري عرب توري تشاهيل ياهي ويسلي ترتي ويستيري ترين سيدة أوكالة حوق ويهي أيا لوك من ألفعنا لكن هير مكا لما تابين ترين محال الوحر مين ترين حرم في الوحر مين ترين تيبون هاي الصغاطي أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم هير ما كميان أرقوا أبين إنا نكي لغوية لي وكل إحنا نوليني حرم آمنا حرم أمان كوية ليان إن لغو نحن نوليني وكال السيي ميان أبين ويتخطف الناس من حولهم هريره هذا لغا قران دفتنا دفتنا كان هريره هذا لغا قران أيو ولغو اللين أيو ولغو طف أيو تان من عذاس مين عقيل ما حي بعض في حماته وراعيا يصر ميضة إلى من وين سدوك الهم حيري فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمرهم من خوف مركل وحي إلى هاي ها عابدين بيت كان يمسات يا حرم كا رب جي لها ها عابد إله يسكرها ها عابدين الذي أطعمهم وإله صب كقوديين gaacho gaacho tiray ama baqdina ama kasi ilaahay laba qodob uu soo qaatay gaacho aanu ka badbaadiyo ka qoodiyay oo wax la siiyay waxa ku noolaadaan la siiyay qodobka labaad maxaa la yeeyay nabadgelyo ha nabadgelyo ilaahay isku daray iyo ilaahay qoodiyay nabadgelyo isku daray ilaahay ha caawiyeen rabbiga dadku inay caawiyeen
أهمية الأمان كلها هي أي كدرين سينسا ولا ريال نم على وحلا قرت مركه لواي نم على وحلا قرت قف لواي وحسي وعن ما تو قرن يا ما لها علية الدب الدب وكه العيو غير سوريا قرن يا غير يمن با قرن يا مالك صوت كصوت ما تو قرن يا سوريا ما إسلاهاين أفريقيا وقحسان يدقوا قحطية وأكو الدوسين دحينا وأكو دحينا وريجي سنة يا حبلي يقول حابنا يينا مري على عدا وأكو أفريقيني يقول حاجة صعرين ما أنت ضام با أمان ضام هدي أمام فراغ كله أنت لهالين مايو ضع مثل لهالين مايو بري اللي أجي مايو ذهب كان لقى عرارية بريها لقى عرارية قفكم حقات كنا بقى شوي حقات كبت بعدا ولا صامري تاس كور رأي من الشر ذي هاي عين أمك خرابة ذا هاي الباب دوس كراع عين عيل كلا بمشتري لقى عبي قارة كل أنا قارة كب حيين بقت نصيب كهاي ده الشر ذي يا إلا وشيلوا ما أمول بقولي إلا وشيلوا وما أمول بقى شرعي تمي أنا هاي مكة لا هاي لهن بقولين السير إيه الود عيسنا يي إيه بلا بلا ماذا الود قال يي إلهي سبحانه وتعالى ما ينصيه إن كتاب الله سبحانه كم يو إن دين تسمى توصل وقاضنا يو ميا شرعي هلا على علي ولا لا يا بلاي هون لقب تلا دولة لقب تمرها وحلينا هاي ورنم على هلا قرتو في المرة هذي بلا من طال ما تشوفين كرو وحدقه هنا كبطي مظاهرات أمانا لقبنا يا مظاهرات هدي تمر يا عروة سوء أبابلو هدي ما طل سوء أبابلو يا حكومي كريا سلطة يا حكمين يا ده بريه هذي تشوفها بلغاتي تمر يا عروة لما حكمين كرا دي صدوه كرسينا وديق ما يو أماكن وديق يا وهدي ده العلا ده الدنيا بواسين كرو الدنيا يلا عن عندنا جارسي كرميس كرسينا ولا قاعدة يانا ما شفته واحد مضى واحد وضيق يا وأمانك وحوض باقينا هديه معارض هديه دولة ورماها جعنتها لوندو أمانك هلا حكم أيوه إلهي لا جعب صوره هو قال وقف كاستوف في مرة وكعيو إلهي وكيح سبتم الدوام في المها دات كعيسين عدي كل ما طي يا عدي كل هو عن تبع إلى أبوك على حساب طنيا إلى هلا جاب قوم شد من شد يا مساكين تي دوما تي عروت ما تضع لود دعانا يا كراسا لود دعانا يا الوح ما أنا يو الله هلا جاب صور نن نف ما هي في لجاء نك استوى تيسو قارية ما حاولت توشى ويني هل أما هو راح أقول له أما دي ما كان لعه وحسح معها وحي كلا وحي كلا الثانة يا صحة الله دونتو وضا صحة الله أمره يا النفاه لك العفاني يا ماتار لك العفاني الله لك العفاني سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام وحوش في المرو يا ضدك وارد بحث الأخمان لك أمره وحالقة واتي حيريسي واتي كلا بقيم حي حيريسا دين يا أبيو وحيريسا دين تورا يا مساس الوتو كان مايو من عامل الله لقان مايو شامع الله لقان مايو لا قروح بنان مايو ولا ليال كذا بحنا بسوق الجبينة أمامكم أسباب بليه أسباب بليه إلى الصح وحيا لا يا ترى أمامك هذين وكتر النور أمامك سير سود ما نجيبه يقول لي سير أمامك حق ما يلاقيك له أمامك وحيا لا إلى إله سبحانه وتعالى إنه إلى عليك له هذين إله الدين تسيطيع النور وكتر النور أمانك سيس فرع وبحية إلهي الوكيل أمانك وحياة الدنيا عليه وحكم ذلك كم توحيدك إلهي كلي إلا عابد إلهي كلي إلا بريو إلهي كلي إلا سحره إلهي كلي عباد الله قريره وحكم ذا شكر نقع أمانك المشهر نقع ورأي أنت فربضنا أنت ملاس كحد ليس إلا محانك وقمنا هل الدنيا محايا غيالة يا
aqligiisu geedka ma gaarsiisna. Yaani haduu maanta dubka uu calaaca ka badnaan lahaa way isaga qaar baa kula shaxaad baan ku noolay, maxaan ku noolay, maxay iga dhexyaalay oo yaa shaxaad haduu dagaalada kala yaaco shaxaad kama nabadgelyada iska lehe yaad shaxaad yaa isku joojinaya walaalayaal. Waxyeelaan ama nabadgelyada lagu helaya waxaa ka mid ah ilaahay lagu mahadnaqo subxaana wa taala nicamkiisa. وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلى هي وحي لي هذا كشتم النقدان نعم كيا وإذا سيادة لي تيو هربوا الله ينو حينيا وأنا لينو كرنيا هذه لغا بارك دارنا هذه عذاب كريه ودريه عذاب كريه لهي ودريه إلى هي سيادة بضن إفتو وحكو عذابا آخر وحكو عذابا. marka waxa ka mid tahay amaan darro cadaabada ka mid tahay cadaabada adduunka la isku soo saaro ay ka mid tahay war waxa la yaab leh hal meel ah yaani meesha dalka yar ee dagaal ka dhacay dalka yar yaani qaabka ku sameeyaysa kii bar gunti ka dhacay haduu ku sameeyay seebu ka dhacay guriyahaaga qaabka ku sameeynaya oo in cabaadana shidaalka baa qaali garoobay dabandidi baa qaali garoobay daqiiqdi baa la waayay waa dagaalka socda ugu dambeeyay. waxyaalaha lagu helo amaanka iyo nicamka lagu helo waxaa ka mid ah walaalayaal saa sheena shubnaqaas cibaadada ilaahay. waxyaalaha amaanka lagu xayuubiyo waxaa ka mid ah macaasida. waxaan ku soo khatimaynaa waa qodobka tusaalaha waxaa ka mid ah zinadii isla joogtii iyo zinadii faraha ka baxday wax ajaayib laga soo sheegayaa koonayaasha magaalada habeenkii ajaayib laga soo sheegayaa tigihiina waa soo badanayaa meeshu haday tigu ku bataan ammaankaas ma fiicna. macnaha tiguhu eed ma laha tigtu waa daabad eed ma laha laakiin waxaa loo dhiibtay inta badan caruur baa loo dhiibaa dad tahriibta laga ilaalinaya loo dhiibaa dabeetana waxay doonaan bay sameeyaan siday doonaan bay u socdaan. yacni waxaa la sheegay habeenkii tigahaasi iyo maalinba mar bay meeshay doonaan inay u baxayaan isla joogta inay qaadayaan in la kiraysanayo. waxaa ugu baaqaynaa dowladda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku xoojiyey inay arag u firo yeelato istabaha lagu ballamiyo habeenkii tigaha buuraynaya ee dhaafaya waa iska raynaa magaalooyinku waa kooban yihiin ee dhalinyarada dumarkii hablaha yana meel sida inaan la sii dayn inaan la habeenkii gaaraan habeenkii la xakameeyo aan ka hortago walaalayaal. الله وحي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إلهي وحي تصاروا صوقات ما قالوا إلهي النمعي إلهي إفا وصوصاري يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إساقد إلهي مالك سوكسو جليسا مالك سوكسو yacni ka soo qaad inigoo kale maanta laami fura badan allah xaggan iyo xaggan dhinacida doonada ka soo gelayaan dhinacdii aryaha laga soo gelinaya dhinac raashiga ka soo gelaya baabuurtii baa haran nicam wadaa isku fura taa tusaale meel hayeenima magaaladaas teen eegma ilaahay muxuu tilmaamay fakafarat biancimillah nimcadii ilaahay bay ka abaalka dartoo garan weyday macaasi iyo kufriga ku bedeshay allah muxuu sameeyey faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf ilaahay wuxuu dhadhan siiyey oo u geliyey hugii gaajada iyo hugii cabsida hugii gaajada iyo hugii cabsida ayaa loo geliyey waa macsida aawadi. marka walaalayaal dhalinyarada ha la xakameeyo allah ha laga cabsoodo war xunitaraka ha la ilaaliyo adduunka maalmo yar baynu joognaa socod baynu nahay qof kasta waxa ilaahay la hortegi lahay diyaarso qof kale iska dhaaf ilaahay subxaana wa taala dembigeena ha dhaafo ilaahay dembigeena ha dhaafo kii waalidkeen ha dhaafo ilaahay xaq ahay muso khaatada khayr hanu khatimo ilaahay ammaanka inoo sugo ilaahay ammaanka inoo sugo wixii khalkhalanaya allah inaga safiyo ilaahay nimcaha hayra garasiyo wixii xanuunsanaya allah ha shaafiyo wixii xanuunsanaya allah ha shaafiyo roobkan ilaahay ha inoo sugo
سبحانك ربي وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.